السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اسمه lens.org، ده موقع قوي جدا في البحث العلمي، ممكن تدور على اي موضوع وهو يبدأ يجيب لك معلومات عنه بشكل قوي. فالموقع فيه ابحاث كتيرة جدا تقدر تدور فيها، هو مرتبط بقواعد بحث علمية كتيرة جدا. طيب السعر بتاعه، عشان الناس كتير بتقعد تسأل اول حاجة عن الاسعار، لو انت عندك ايميل عادي يعني جيميل او اي ايميل، ممكن تبقى عندك برضو اكاونت وكل حاجة مجاني تمام، وتدور زي ما انت عايز، وتدور بدون ما حتى ما تعمل الاكاونت خالص. البروفيشنال ورك سبيس في نون بروفيت يوز، لازم يكون عندك ايميل جامعي EDU، وساعتها برضو ممكن تبقى في مجاني وفي $1000، والبروفيشنال في $5000، وفي برضو زيرو، بس طبعا الامكانيات محدوده. بيوضح لك بقى ايه الحاجات، الفرق بين ديت وديت، يعني في بعض الامكانيات هنا مش متاحه للبيرسونال اكاونت بالشكل دوت تمام، مش ممكن ميبقاش ليك ورك اريا والحاجات دي كلها. فحسب بقى انت محتاج ايه. الريجستر ممكن تعمل ريجستر من خلال لينكد ان او او ار سي اي دي. طيب ممكن اي موضوع بقى تبدا ان انت تدور عليه، تعمل سيرش عليه، هتدخل بقى الايميل بتاعك تمام، وتدخل الاسم اللي الناس تحب تندهك بيه والباسورد، وبعد كده لازم تقول ان انت موافق على الاتفاقيه، وعايز تعمل ريكورد للسيرش هيستوري بتاعك، ولا يعني عايز تسجل الحاجات اللي انت بتدور فيها، لان ده هيفيدك بعد كده ان انت لما تدور في اي حاجه هو عارف انت بتهتم بيه. فهو بيقول لي اعمل شكل الايميل بتاعك. الجميل ان انت هتلاقي عندك هنا لغات كتيرة جدا، منها اللغة العربية، يعني تخلي الواجهة كلها بالعربي ما فيش اي مشكلة خالص. في ابس كتيرة ممكن ان انت تسطبها لو انت عايز، لو انت فعلا حسيت ان الموقع ده بيوفر عليك وقت كتير وحابب ان انت تستخدمه على طول. خلينا نخش على قائمة هوم تمام، ونعمل سيرش على اي كلمة احنا عايزينها، وليكن مثلا هندور على كلمة ايجيبشن ايجيبت. طيب هيبدأ بقى يدور لنا، هيطلع لنا طبعا الاف الابحاث، فانت ممكن تخصصها، ممكن تقول له مثلا عايز اتكلم عن الريف في مصر مثلا او النيل تمام. نقدر احنا نغير في كلمة البحث ديت، هنيجي هنا واقول له edit search، انا عايز اخصص نتيجة البحث، لانه هو جاب لي الاف الابحاث ماشي. فبيقول لي الكلمة ايجيبت هتخليها ايه، هقول له ريفر، واقول له اعمل سيرش تاني، فجاب لي ابحاث كتيرة. فممكن بقى اضيف فلتر. فلتر يعني ايه؟ يعني انا عايز مش كل نتائج الابحاث دي، لان مش هقدر اقرا 10,000 بحث. فايه المهم بالنسبة لي؟ انا مهم بالنسبة لي مثلا البحث ده يكون 2024، ويكون مثلا تقدر تختار بقى السنة تمام. خلينا مثلا ندور على 2020، فكده هيدور من 2020 ل24، يعني جاب لي الابحاث خلال اخر يعني 5 سنين، فتقدر ان انت تعمل سيرش فيها تمام. وممكن نقول له بقى ريفاين، يبدأ ان هو يقلل لنا نتيجة البحث ديت. طيب ممكن بقى تقول له انا عايز فليكس مثلا، انا عايز تكون كلمه موجوده في التايتل وفي الابستراكت، لو موجوده في البحث مش عايزها، انا عايز تكون حاجه اساسيه في البحث تمام. فكده نتيجه البحث بدات تقل، هو بدا يقول لي الفلاتر اهي، تقدر تحذف اي فلتر فيهم. جاب لي 285 بس تمام، فدي كويسه. اي واحد من دول بقى تقدر ان انت تضغط عليه وتحمل بقى تشوف دي المعلومات بتاعته، لو انت عايز الفول تكست بتاعه، لو انت عايز تعرف مين الاونر، لو انت عايز تشوف الابستراكت، لو عايز تعمل كليم تقول ان البحث ده تبعك وهكذا، فتبدا ان انت تتخصص. وهنا بقى بيقول لي البحث ده المعلومات بتاعته ايه، والناس مهتمين اكتر ناس مهتمين بالموضوع ايه. العجيب ان مصر تقريبا مش موجوده، ليه ما تعرفش. طيب ممكن تقول له مثلا الانفنتور الاونر
فممكن يكون في شخص معين انت مثلا ما فيش جامعة مصرية ولا ايه مثلا، انا عايز افلتر، انا عايز الابحاث اللي تبع الجامعات دي. تمام، عجيب. فيبدأ يعمل لك فلتر، لو في فلتر فيهم انت مش عايزه خلاص بتدوس على علامة السالب اللي قدامه، بيبدأ ان هو يخفيه. دي بقى السيتس وركس، الاقتباسات اللي احنا كده شغالين في فلتر. فممكن تقول له مثلا عايز بحث يكون الاقتباسات بتاعته بصفات معينة، فتبدأ تختار اللي انت عايزه. موقع جميل، اتمنى الناس تجربه وتقول لنا راينا في الكومنتات. لو تعرف موقع افضل يا ريت تقول لنا عليه.